ديال رئيس الجماعه ديال طنجه الشرقاوي. انا اتصلت بالسي الشرقاوي وحاولت نفهم منه بعض المعطيات، يقول بانه بريء وما عنده علاقه بهذا الشيء، ولكن انا اللي كيهمني في الشرقاوي وربما رجعوا حتى لهذه بعلاقه بالعزل ديال اللي كدير الداخليه العدد، وهذا امر نحيي عليه وزاره الداخليه في انها كتقعد اللي هما فاسدين. انا ما كنقصدش الشرقاوي يقدر يكون فاسد يقدر ما يكونش الله اعلم، ولكن من هذه الحركه اللي كدير الداخليه تحتاج كل الدعم. ولكن تارني واحد النقطه، وتفيد المعطيات رشحت القضيه بان رئيس مقاطعه طنجه المدينه ونوابه الثلاثه تم ضبط شبهه تورطهم في جمله من الخروقات المتعلقه باصدار شهاده اداريه تتعلق بالربا بالربط بالماء والكهرباء والرخص التجاريه والتعمير، فضلا عن تجهيز طريق في منطقه غير مؤهله بهدف الرفع من قيمه الاراضي المجاوره. عيطت لهذا السيد، قلت له السي فلان، قلت له دابا اش كتقول بعد هذا الشيء، اش من شواهد عطيتي؟ قال لي بالله العظيم حتى انا مظلوم. كيفاش؟ قال لي نعطيك ميتر. قلت له شنو؟ راه ماشي كنقول لكم كنتبنى روايته. ماذا قال؟ قال لي انا شهاده مثلا، قال لي تصور، قال لي الوالي المهديه قال لي يعطي واحد الرخصه، وجا المهندس قال لي الولايه قال لهم كيقول الوالي يعطي رخصه، قال لي شنو غندير؟ قلت له عندك ميتر. قال لي كاع عباد الله الولايه الشهود واخا. قلت له ولكن انت مشيتي جهزتي واحد الطريق في واحد المنطقه ما مأهلاش. قلت له علاش؟ قلت له باش صاحبك اللي معك كذا يبيع الارض غالي. قال لي دابا هاد الباشر، قال لي هاد البلاصه اللي اهلت، قال لي فيها الضوء وفيها الكهرباء، قال لي ود، قال لي شنو هي وظيفتي وعودي انتخابي؟ قال لي ونصاوب داك الشيء. قال لي صاوبت للناس داك الشيء. قال لي كيفاش؟ واحد ارض جات حدا السيد ولا كذا؟ على اي ماشي هذا هو. انا اللي يهمني في هذه اهم نقطه هي اللي بغيت نفتح دابا في العلاقه بهاد الاصلاحات اللي كدير دابا وزاره الحكومه المغربيه وخاصه في هادشي ديال القانون المسطره الجنائيه. دابا المغاربه منين قريت عليكم هذه، دابا نخليونا من الشرقاوي خلينا نشوف المحكمه اش غتقول. دابا الخطوره هي تجهيز طريق في منطقه غير مؤهله بهدف الرفع من قيمه الاراضي المجاوره لها. دابا